في التفاصيل مشاهدينا، رحبت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بما وصفته التزام البعثة الأممية بالعمل مع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية لمعالجة النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي. كما عبرت الدول الخمس في بيان لها الخميس عن دعمها للبعثة في عملها مع المؤسسات الليبية لتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين. وحثت الدول الخمس الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات. قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن نتائج اجتماعات لجنة 6+6 في المغرب ما زالت قيد المراجعة، وأنه سيكون للأمم المتحدة ما تقوله في وقت لاحق. وأضاف دوجريك خلال مؤتمر صحفي: الأمم المتحدة قدمت الدعم الفني اللازم للجنة الستة في جميع مراحل عملها، مشيدا بعمل أعضاء اللجنة والحكومة المغربية التي سهلت عقد الاجتماعات. في أولى ردود الفعل الدولية على نتائج اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة المغربية، قالت البعثة الأممية إن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. وبناء على ذلك أكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات بما في ذلك المجلس الرئاسي لتيسير مشاورات بين الجميع لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم للوصول إلى الانتخابات وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي. ومع إعلان نتائج الاجتماعات دون توقيع رسمي، دعت البعثة الأممية إلى التوافق لمعالجة القضايا العالقة وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات هذا العام، وحثت الفاعلين على الامتناع عما سمته أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة. في المقابل قال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن بلاده تؤيد دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي القادة الليبيين إلى انتهاز فرصة الإعلان عن النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات تستند إلى حل توافقي. الاتحاد الأوروبي من جهته وعبر سفيره خوسي سابادل أكد دعمه لدعوة البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية إلى معالجة القضايا العالقة والامتناع عن المماطلة التي تهدف إلى إطالة أمد الجمود السياسي، قائلا إن ليبيا بحاجة إلى انتخابات لتجديد شرعية مؤسساتها. وفي سياق متصل شدد السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت على دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي وتقديرها لجهود اللجنة المشتركة 6+6، ودعا إلى السماح للشعب الليبي بالمشاركة في انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية. عربيا، رحبت الأردن بمخرجات بوزنيقة وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية، بينما أكدت البحرين أهمية توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية باعتبارها خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وإجراء الانتخابات. هذا وقال عضو لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إن اللجنة أنجزت كامل أعمالها في المغرب وصوتت بالإجماع على القوانين الانتخابية. وأكد السريري في مداخلة مع الأحرار أن القوانين الانتخابية أنجزت ولا تحتاج إلى توقيع رئيسي مجلسي النواب والدولة، موضحا أن ما ورد في الإعلان الختامي في بوزنيقة يتعلق بالاعتبارات السياسية والبروتوكولية وفق قوله. وأضاف السريري أنهم عملوا وفق التعديل الدستوري الثالث عشر وأن مسؤوليتهم تنحصر في إعداد هذه القوانين ولا علاقة لهم بالتطبيق على حد قوله. بدوره قال عضو لجنة الستة عن الأعلى للدولة ماما سليمان إن القوانين الانتخابية التي
أعلن عنها في المغرب تمت وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته. هذا وأوضح سليمان في تصريحات للأحرار أن القوانين ستدخل حيز التنفيذ فور إصدارها بشكل رسمي وإحالتها لمفوضية الانتخابات، معتبرا موقف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من القوانين الانتخابية دون المستوى، وأنه كشف حقيقة نواياه تجاه الانتخابات وفق قوله. عربيا، قالت الخارجية الكويتية إنها تأمل خلال الأيام المقبلة توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية بالشكل الذي يلبي آمال وطموحات الشعب. ورحبت الخارجية في بيان لها الخميس بتوصل أعضاء لجنة 6+6 في مدينة بوزنيق المغربية إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الانتخابية، واصفة إياها بالمهمة بين الأطراف الليبية حسب البيان. أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج دعم بلاده لوساطة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. جاء ذلك خلال لقاء المهراج والمبعوث الفرنسي لليبيا بول سولر مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اليوم الخميس وفق ما نشرته السفارة الفرنسية. هذا وأكد المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولر دعم باريس لمجلسي النواب والأعلى للدولة ومفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الحالي. جاء ذلك في لقاءات منفصلة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المفوضية عماد السايح الخميس بطرابلس. هذا وجدد المبعوث الفرنسي دعم بلاده لعقد انتخابات على أساس القانون أو قوانين الانتخابات المعمول بها وفق قوله. إلى ذلك بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج ملف الانتخابات وما توصلت إليه اللجنة المشتركة 6+6 في المغرب. وناقش اللقاء الذي عقد بطرابلس الخميس مخرجات قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة وسبل الدعم الدولي والأممي لهذه القوانين وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة. قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي إن المجلس سيبحث اتفاق بوزنيقة في جلسة عامة يوم الاثنين القادم. وأوضحت الحامي للأحرار الخميس أن الأعضاء سيبحثون في الجلسة المزمعة تقرير لجنة إعداد القوانين الانتخابية وإعداد خارطة الطريق لهذا الاستحقاق على حد قولها. وحول تطورات الموقف الدولي والأممي ينضم إلينا عبر الهاتف من جنوة المحلل السياسي محمد فؤاد. سيد فؤاد، أهلا بك. نبدأ معك من بيان الدول الأوروبية الأربع والولايات المتحدة معهم والدعم لجهود المبعوث الأممي وللجنة 6+6 مع الدعوة لتسهيل القضايا المتنازع عليها. ما الذي يمثله هذا الموقف؟ وهل اتضح بالنسبة لك الموقف الغربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أعتقد أن الأمر واضح جدا. المجتمع الدولي والدول الغربية باستثناء فرنسا غير موافقة على ما خرج من لجنة 6+6 اللي يعتقد أن ما خرج منها يعني ما كان الوحيد سلة المعاملات، لأن بدون دعم دولي لا يمكن تطبيق هذه القوانين. وبيان باتيلي وبيان الدول الخمس وبيان الرئاسي أمس أيضا يتحدث عن قوانين يمكن تطبيقها، والكل يعلم أن ما خرج من لجنة 6+6 لا يمكن تطبيقها. لذلك أعتقد أن الموقف الدولي الآن سيتجه، وإن كان بأسلوب ناعم وبأسلوب لن يكون فيه هناك فيه مواجهة، إلى دعم لجنة باتيلي واللجنة العليا اللي سينشأها باتيلي. لكن متى سيكون هذا؟ أعتقد أننا سنحتاج إلى فترة من الزمن. ما النقاط التي ربما لا توافق عليها هذه الدول؟ أي قضايا بالنسبة لها ما زالت متنازعة عليها إن كانت لجنة قد اتفقت؟ وأي تكافؤ فرص يجب تطبيقه مع كافة المترشحين كما طالبوا في بيانهم؟ شوف، هو الموضوع أعقد بكثير من ما ممكن نتكلموا عليه في نشرة. طبعا أول نقطة هي نقطة تغيير الحكومة، هذه نقطة مختلف عليها جدا، والدول الغربية لا تريد زعزعة الاستقرار في حكومة جديدة، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى كل الدول الغربية في الحقيقة، وهذا الكلام يعني معلومات وليس تخمينات، تعلم جيدا استحالة تطبيق انتخابات رئاسية في ليبيا، وأن الحل الوحيد إذا أردنا فعلا بداية الحل الليبي أن يكون عبر انتخابات نيابية. الانتخابات الرئاسية لا يمكن تطبيقها، وهم يعلمون ذلك جيدا، والحديث عن انتخابات رئاسية صعب جدا. ثم أن الأطراف نفسها لا ترضى بهذه القوانين، تشوفت يعني مثلا حفتر لا يريد تنازل عن الجنسية الأجنبية، وهذا الشرط من الصعب جدا أن ينزع من القانون يعني أو يلغى من القانون. هناك عدة في الحقيقة فقرات القانون اللي طرأ من 6/6 في الحقيقة قانون معيب جدا، فيه عدة ثغرات، بل يعني 30% من القانون لا يمكن تطبيقه. وللأسف الشديد السفراء الأجانب درسوا، والبعثة درست هذا القانون جيدا، وهم يعلمون باستحالة تطبيقه، ولكن لا أريد التحدث الآن بالتفصيل لأنه حيأخذ مدة طويلة يعني لماذا لا يمكن تطبيقه. طيب، فيما يتعلق بتكافؤ الفرص، على الأقل البعض يربط هذه النقطة التي طلبت بها هذه الدول في بيانها الآن بمطالبات عقيلة صالح بتعديلات يحاول إدراجها في شروط الترشح مثلا، هل من علاقة في تقديرك؟ لا 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 لا, لا علاقة لهذا الأمر بشروط عقيلة صالح، لأن من الصعب جدا أن تطالب مثلا الدول الأجنبية بنزع مثلا قانون بالسماح لحملة الجنسية الأجنبية بالترشح، يعني ما فيش دولة أجنبية حتطالب بهذا الأمر. الكلام في الحقيقة هو بصفة عامة، الدول الخمسة باستثناء فرنسا ترى أن هذا القانون كله على بعضه معيب ولا يمكن تطبيقه، ولذلك هم يؤيدون أن يذهب بكيلي باللجنة العليا لتنفيذ قانون جديد. وهم يعلمون جيدا في الحقيقة أن الهدف الرئيسي من إصدار هذا القانون سواء مجلس الدولة أو مجلس النواب هو عدم الوصول إلى انتخابات وليس قانون انتخابي. هنا البعثة الأممية انتقدت هذه المسألة في ما يتعلق بالمماطلة وكأنها استغلال الوقت، والبعثة قالت بأنها ستفتح باب التواصل مع كل المؤسسات المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي، والناطق باسم الأمين العام تحدث عن نتائج منتظرة من المراجعة أو موقف منتظر منهم للمراجعة الأممية لاتفاق بوزنيقة. ما المقصود بذلك إدخال الرئاسي والمراجعة؟ هذا أسلوب دبلوماسي، يعني رفض مخرجات بوزنيقة، وأنه سيتم البحث عن طريق آخر للذهاب إلى قوانين انتخابية. الحقيقة أن البعثة بدأت تواصلها الأمين رئيس البعثة منذ أكثر من أسبوعين، يتواصل مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا ومع بعض أعضاء مجلس النواب ومع بعض أعضاء مجلس الدولة، هنا التواصل مع الرئاسي، يعني هذا ليس سرا وليس خافيا على أحد، هذه اللقاءات علنية، والواضح جدا أن البعثة ذاهبة في طريق موضوع اللجنة العليا. طيب، ولافت أيضا سيد محمد فؤاد أنه بالتزامن مع كل هذه التطورات هناك لقاءات للسفير والمبعوث الفرنسيين، هذه اللقاءات هي منفصلة مع باتيلي والمنفي والسايح ونائب المشري، ما وراء هذا التكثيف الفرنسي التي اتصلت مع أغلب الأطراف؟ فرنسا هي الداعم الغربي الوحيد لمخرجات سبوتنيك، وهذا أيضا ليس سرا، يعني هنا مثلا الصحافة الأجنبية تتحدث عن هذا بوضوح تام أن فرنسا ومصر أيضا داعمين لمخرجات بوزنيقة. السفير فرنسا، وهذا أيضا ليس سرا، كانت وضعت ضغوط كبيرة جدا على عبد الله باتيلي، وكانت ترغب في أن باتيلي يذهب إلى بوزنيقة ويحضر حفل التوقيع، ولكن باتيلي رفض. فكل لقاءات السفير الفرنسي أو تدور حول هذه النقطة. ما زال الفرنسيون يعملون في إحياء مشروع بوزنيقة، ولكن باقي الدول الغربية والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا أيضا أعتقد أنهم قد حسموا أمرهم في أمر مخرجات بوزنيقة حتى من قبل ما تطلع هذه المخرجات. طيب، أيضا بالتزامن مع هذه التطورات وفي وقت تجري المساعي لتعديل أو إنشاء حكومة جديدة، دبيبة يذهب إلى روما ويلتقي ميلوني هناك ويجري مجموعة من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية،
ما وراء هذا الاهتمام الإيطالي في المقابل، خصوصا أن هناك معلومات عن لقاء لمسؤول مصري مع دبيبة في روما وفق الصحافة تقريبا الإيطالية؟ شوف، الصحافة الإيطالية تحدثت بوضوح على أن أحد أهداف هذه الزيارة هو لقاء دبيبة بعباس كامل رئيس المخابرات المصرية. هذا ما ذكرته الصحافة الإيطالية، أنا أكرر ما ذكرته الصحافة. حصل اللقاء ولم يحصل، لا أستطيع أن أكد يعني، ولكن الصحافة أكدت. في أي سياق يأتي هذا اللقاء حسب الصحافة، حسب ما قرأت؟ والله شوف، هما الإيطاليين الآن يعني الاهتمام الأول ليهم هو الاستقرار السياسي. هم يرون أن الوضع الحالي مثالي بالنسبة لهم، هناك استقرار، هناك حالة عدم حرب، في احتمال انه يوصل الانتخابات، وهذا يعني يفسر الكلام اللي قلناه قبل شويه اللي هو عدم موافقه على قانون على ما خرج من المخرج من لجنه 6-6 يتحدث فيه عن تعديل الحكومه. الايطاليون ايضا يريدون رعايه المفاوضات بين الحكومه الشرق والحكومه في الغرب، او بين دبيبه وبين حفتر، للوصول الى حكومه جديده. شوف، فشل المخرجات 6-6 واضح يعني ان عبد الحميد دبيبة مستمر في الحكم، لانه لا يمكن تغييره. وصلت الفكره. بيانات الدول الغربيه تؤكد ان دبيبة ما زال مستمرا، يعني لانهم يعارضوا اي تغيير حكم. شكرا لك. هو شخص استفاد من هذه العمليه هو عبد الحميد دبيبة. وصلت الفكره تماما. المحلل السياسي محمد فؤاد، شكرا جزيلا لك. بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الإيطالية عقب زيارة دبيبة لروما ومناقشته مع نظيرته الإيطالية ملفات تتعلق بالاقتصاد والطاقة والبنية التحتية وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة وتأمين الحدود. ملفات سياسية واقتصادية ومذكرات تفاهم كانت محور زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى العاصمة الإيطالية روما، وعلى رأسه رئيسها عبد الحميد دبيبة. يؤكد دبيبة ونظيرته الإيطالية ميلوني خلال لقاء جمعهما على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن وبوساطة الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا عبد الله باتيلي. ومن الملفات التي تربط البلدين وكانت ضمن اجتماعات روما هو ملف الهجرة غير النظامية، إذ ثمة مخاوف عبرت عنها ميلوني ترتبط باحتمالية زيادة أعداد المهاجرين من ليبيا مع اقتراب فصل الصيف، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر. وعن الهجرة توضح وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن الوزير عماد الطرابلسي أكد خلال الاجتماعات على التعاون المشترك مع إيطاليا في حماية الحدود ومكافحة الهجرة في البحر والصحراء ووفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى اتفاقه مع نظيره الإيطالي على تقديم روما المعدات اللازمة لجهاز حرس الحدود لضمان حماية الحدود الجنوبية. لم يخلو الاجتماع من الملف الذي عزز فيه البلدان علاقتيهما، إذ وقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس. وإلى جانب ذلك وقعت شركة إيني مع مؤسسة النفط مذكرة تفاهم بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في ليبيا. ومن ضمن الاتفاقيات أيضا تكشف حكومة الوحدة أنها وقعت مع إيطاليا مذكرات تتعلق بالربط الكهربائي، إلى جانب الاتفاق على تفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بكابل اتصالات عبر البحر. يؤكد دبيبة خلال اجتماعاته مع ميلوني على أهمية تحديد وقت لرفع الحظر عن الطيران المدني الليبي وتسهيل إجراءات التأشيرة للليبيين. لفتت العلاقات الليبية الإيطالية الأنظار بعد الاتفاقيات بين البلدين التي وقعت في روما بالأمس وقبل أشهر في طرابلس، طارحة تساؤلات حول نجاعتها في مكافحة الهجرة ورفع استفادة ليبيا في ملف الطاقة. قال
قالت منظمة الهجرة الدولية إن حوالي 1300 مهاجر سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ بداية الصراع في السودان. وأشارت المنظمة إلى أن العدد الكلي للفارين من الصراع في السودان بلغ أكثر من 475 ألف مواطن سوداني وصلوا إلى دول مصر وتشاد وجنوب السودان وأثيوبيا، وذلك حتى الرابع من الشهر الجاري. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس الباحث في شؤون الهجرة طارق لملوم. أهلا بك سيد لملوم. إذن منظمة الهجرة الدولية كما رأينا تتحدث عن 1300 مهاجر سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ بداية الصراع في السودان، كيف يؤثر ذلك على ليبيا وهل هي أساسا قادرة على استقبال هذه الأعداد؟ بخصوص هذه الأرقام أعتقد أن هذه الأرقام هو ليس بالرقم يعني المخيف، يعني نتكلم على 1200 أو 1300. نعتقد أن حتى قبل الأزمة التي حصلت الآن في السودان ليبيا كانت متعودة على دخول هذه الأرقام، إن صحت طبعا وجود هذه الأعداد. من هم الآن داخل مراكز الاحتجاز؟ بعض منهم يصل إلى مدة عامين داخل مراكز الاحتجاز، يعني يتجاوز عددهم 2000 شخص أو 3000 شخص في بعض المراكز فقط. نعتقد أن هناك نوع من التهويل يحصل في قضية دخول المهاجرين أو الطالبين للجوء والناس الفارين من النزاع من السودان إلى ليبيا. ربما قد يكون بسبب أنه يعني النزاع لا يزال مستمر، وبالتالي هذه الأرقام قابلة للزيادة، أليس كذلك؟ إيه طبيعي، هو دائما عندما تحصل نزاع في أي بلد يكون هناك مخاوف من دول الجوار في هذا البلد، وهذا أكيد، يعني عندما حدثت النزاعات داخل السودان أكيد بيكون في خوف. ولكن نعتقد أن هناك عامل مهم جعل أن هذه الأعداد تكون قليلة، أن ليبيا بلد غير آمن بالنسبة للفارين وخصوصا النساء والأطفال والفئات الهشة. يعني نعتقد أن كان في السابق يعني الأعداد التي تدخل وليكون رغبتها الذهاب إلى إيطاليا، نعتقد أن يكون هناك تنسيق مسبق بينه وبين كثير من سلسلة من المهربين. أما الأشخاص اللي يعني يبحثون عن ملجأ وملاذ آمن ولا يكون لديهم المخطط للذهاب إلى أوروبا، نعتقد أن ليبيا لن تكون لهم هذا البلد اللي ممكن كثير منهم ذهب إلى مصر وذهب إلى تشاد. فلا أعتقد أن الأعداد كبيرة يعني بحسب شهادات طيب الناس. نعم الموضوع كما قلت يعني نعم الموضوع مختلف عن فترات سابقة. اليوم هذه الأرقام أو هؤلاء الأشخاص يهربون من حرب في بلادهم، كيف يتم التعامل معهم؟ هل يعني يكون مشابه للفترات السابقة أخذهم إلى مراكز احتجاز؟ مع الأسف لو تحدثت لو حضرتك تحكي على السياسات المحلية الليبية، لا أعتقد أن السلطات المحلية لديها أي خطة مسبقة ولا إجراءات احترازية قامت بها حتى عند نشوب الحرب في السودان. هذا واضح جدا، وخير دليل ما يحصل الآن يعني بعد الحملات الأمنية الموجودة الآن في الشرق والغرب وخصوصا في شرق ليبيا وما يحصل ومن إلقاء القبض على الآلاف من الأشخاص، لا يعني خطة أمنية وكان معلنة وتم التخطيط لها ولا يوجد يعني حتى التفكير في أدنى شيء وهو في قضية المياه والغذاء وتوفير الوضع الصحي لهؤلاء الناس. لو كان هناك متسع من الوقت ممكن نتحدث على الأوضاع الصحية الموجودة الآن داخل مراكز الاحتجاز أيضا داخل طرابلس. يعني لو تحدثنا على سبيل المثال مركز احتجاز الموجودة داخل طرابلس، الأوضاع الصحية يعني تكاد تكون يعني مشابهة للأوضاع المخيمات الموجودة في السودان وغير السودان. لا أعتقد أن السلطات الليبية لديها أي خطة تتحدث عن 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 أزمة حقيقية يعني ممكن تحاول أنها تديرها. يعني السلطات الليبية متخوفة، كانت متخوفة ولا تزال متخوفة ربما الآن أكثر من أي وقت سابق من الهجرة غير النظامية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف أو نحن على أبواب فصل الصيف.
هذه الأرقام أو هذه الأزمة في السودان هل ستؤثر برأيك على ارتفاع هذه الأعداد؟ لازلت أقول أن ما يحصل في السودان ليس هو الهاجس الحقيقي اللي يجب على السلطات الليبية، أو مع الأسف خلينا نتحدث الآن على حكومتين، حكومة شرق ليبيا وحكومة غرب ليبيا والسلطات الموجودة. لا أعتقد أن من يدخل من الصحراء هو الهاجس الحقيقي واللي يجب أن تفكر فيه. على سبيل المثال المجموعات اللي تم القبض عليها أو تحرير جزء كبير منها من مخازن وبيوت تجار البشر في شرق ليبيا، حسب ما أعلنت السلطات في شرق ليبيا غالبيتهم، الآن نتحدث على أكثر من 1900 شخص موجودين ما بين مراكز البحث الجنائي ومركز احتجاز باب الزيتون وغيرها من المراكز في شرق ليبيا. كل هؤلاء الناس دخلوا عبر منافذ رسمية من الدولة، دخلوا عن طريق مطار بنينة وبتأشيرات وبأختام رسمية من الدولة. يعني تتحدثي على أكثر من 2000 شخص الآن فقط موجودين، هم أكثر من الأعداد التي تحدث عنها المنظمة الدولية للهجرة. أعتقد أن هناك مشكلة لدينا هي محاولة دائما التهويل أن من يدخل لنا من الصحراء هو المشكلة. ومع الأسف دائما ما يشار إلى أصحاب البشرة المختلفة ومن يأتي من أفريقيا، ولكن الأعداد التي يتم استغلالها واحتجازها والتي تدخل عبر هذه المطارات سواء كان مطار أبلس وأيضا طبعا بأكثر شيء من شرق ليبيا، كل هذه الأعداد تدخل، ولكن أيضا هناك رحلات تدخل باسم شركات وباسم عديد من الجهات، ومن بعد يتم القبض عليهم أو استغلالهم في قضايا الإتجار. طيب فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية سيد الملوم، ميلوني تلتقي دبيبة في روما، وعلى رأس ما تم مناقشته الهجرة غير النظامية، ما الذي يمكن أن تضيفه إيطاليا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا لليبيا في هذه الأزمة؟ نعم، لا أعتقد أن إيطاليا لا زالت على نفس السياسة اللي تعمل فيها بالنسبة للسلطات الإيطالية، كانت في السابق تخفي يعني، أما الآن إيطاليا يعني مطالبها تكون واضحة بشكل يعني على الطاولة تطرحها. كل ما يهم روما ويهم أيضا مالطا بالتحديد، أن هناك تقارب كبير جدا في سياسة روما ومالطا في نفس هذا الموضوع، نعتقد أنه هو صد وعدم وصول المهاجرين وطالبين اللجوء الى ليبيا يعني الى روما. مع الاسف من يطلع حتى على الاتفاقيه نفسها اللي قامت السلطات الليبيه في طرابلس بتوقيعها، يعني كلها طلبات يعني تلخصت في مساعدتنا في تدريب خفر السواحل، بتقديم دعم لوجستي، اعطونا ساعدونا، فقط هذا اللي قدمته يعني مذكرة تفاهم. مع الأسف مذكرة تفاهم لا ترتقي إلى مستوى حقيقي يعالج الأزمة اللي احنا موجودين فيها الآن، أو على الأقل فيما يعرف بالمعاملة بالمثل. يعني كل وزارات الخارجية في العالم تتحدث، يعني على سبيل المثال لماذا لم يذكر في مذكرة تفاهم أن السلطات الليبية تطلب من إيطاليا أن يكون هناك مركز أبحاث أو جهات ليبية تقوم بدراسة أوضاع الواصلين إلى إيطاليا من ليبيا؟ دائما ما تتهم ليبيا أن كل من يأتي ويصل إلى إيطاليا لقد تعرض إلى التعذيب وغيرها من المعاملة المهينة داخل ليبيا. جيد، الخارجية الإيطالية تقوم بدعم منظمات وتعمل داخل ليبيا هذه المنظمات وخارج ليبيا لتقييم الأوضاع، فنعتقد أن هذه مذكرة التفاهم لا تختلف عن سابقاتها يعني. شكرا لك الباحث في شؤون الهجرة سيد طارق لملوم، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس. والآن مشاهدينا مع الأخبار الاقتصادية، يسحبنا فيها محمد القرش. شكرا لكم. سجل مصرف ليبيا المركزي بلوغ الإيرادات منذ مطلع العام إلى آخر مايو المنصرم 47 مليارا و700 مليون دينار، بينما وصل الإنفاق إلى 32 مليار دينار. وأفاد المركزي في بيان له بأن الإنفاق في باب المرتبات بلغ 22 مليارا، بينما لم تتجاوز المصروفات التسييرية بالباب الثاني 2.8 مليار، وسجل باب التنمية 2.2 مليار إلى جانب 4.4 مليار لباب الدعم.
وقعت شركة إيني الإيطالية الإربعاء مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد. وقالت الشركة في بيان لها أنها ستعمل على تحديد موارد الغاز الإضافية من الحقول الموجودة والتي يمكن تطويرها كجزء من مشروع متكامل للسوق المحلي ولربما للتصدير، فيما سيتم تقييم الحلول الجديدة لتطوير الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الكهرباء في ليبيا وفق قوله. أعلنت الفرق الفنية التابعة لشركة تسرير العمليات النفطية انتهاءها من تجارب إعادة تشغيل معمل استغلال الغاز في المنطقة التعاقدية 91 بمنطقة شخرة. وأشارت الشركة إلى أنه قد بدأ ضخ الغاز والمكثفات من المعمل إلى حقل الساحل التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وكذلك إلى ميناء زويتين النفطي، ليعود المعمل للتشغيل بعد توقفه عن العمل في يوليو عام 2013، لافتة إلى أن المعمل جاهز لمعالجة 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وعبر الهاتف من حقل شخرة ينضم إلينا مدير إدارة الحقول بشركة السرير للعمليات النفطية عبد الباسط الزيتوني. أهلا بك سيد عبد الباسط. بداية، ما هي العوامل التي أدت إلى توقف عمل معمل استغلال الغاز في منطقة شخرة في 2013، وكيف تم حل هذه المشكلة في بداية الأمر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر قناة ليبيا الأحرار على إتاحة هذه الفرصة، كما أحيي من خلال مشاهدي القناة وكافة أبناء الشعب الليبي الكريم. بخصوص سؤالك اللي هو توقف المصنع والأسباب اللي أدت لذلك في السابق، طبعا توقف المصنع زي ما ذكرت في المقدمة في شهر يوليو 2013، والسبب الأساسي هو الظروف الأمنية والسياسية اللي كانت تمر بها البلد وتوقف التصدير، طبعا توقف إنتاج النفط، وبما أن المصنع أصلا يشتغل على الغاز المصاحب فتوقف إنتاج النفط وتصديره يؤدي إلى توقف المصنع، ثم كذلك مغادرة الشركة الأجنبية، لأن المشغل السابق كانت شركة أجنبية، شركة فنتسال للنفط، فهذه الظروف أدت إلى توقف عمل المصنع في ذلك الوقت، والذي استمر طبعا إلى طيب كيف حللتم هذه المشكلة سيد عبد الباسط؟ كيف حلت هذه المرة؟ هل عاد الشريك الأجنبي من جديد للعمل معكم؟ لا، في الحقيقة في أكتوبر 2020 استلمت شركة السرير للعمليات النفطية للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، استلمت مهام التشغيل في المنطقة التشغيلية A91 والمنطقة التشغيلية A107، وفور استلام مهام التشغيل بالمنطقتين المذكورتين تم وضع الخطط لاستئناف عمليات التشغيل بما فيها الإعداد لتشغيل مصنع الغاز. تم وضع الخطط بدعم من إدارة الشركة وبدعم من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومنذ ذلك الحين تمت عمليات الإعداد والصيانة وعملية الإعداد اللوجستي لصيانة وإعادة تشغيل جميع مرافق الشركة بما فيها مصنع معالجة طيب ذكرتم أن المعمل قادر لمعالجة 130 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، هل هذا الرقم نهائي أخير؟ هل هو القدرة القصوى، الحد الأدنى للإنتاج؟ هل ستنتجون فعلا هذه الكميات أم لا؟ في الحقيقة هو الذي كان تشغيل المصنع في بالكميات المتاحة حاليا، طبعا 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، هذه هي السعة القصوى التشغيلية للمصنع. للأسف نتيجة للظروف الحالية المصنع يشتغل بحد أقل من الحد الأدنى للسعة التشغيلية، وهذا كان التحدي الكبير للفرق الفنية، لأن التشغيل خارج الإطار المصمم له المصنع، لكن السعة القصوى متوفرة، ففي حالة توفر كميات أكبر من الغاز المصنع قادر على معالجة هذه الكميات
وتحويلها الى كميات من يعني سيد عبد الباسط للتوضيح للمشاهدين، استاذ عبد الباسط توضيح للمشاهدين، نعم. اليوم كم تبلغ قدره المصنع للانتاج؟ 130 مليون. الان الغاز المتاح اللي هو كغاز يستقبل في المصنع حوالي 40 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، اللي هو كل الغاز المتاح في منطقة التشغيل A91 ومنطقة التشغيل A107، يعني كل الغاز اللي تنتج فيه شركة السرير للعمليات النفطية يتم استقباله ومعالجته وتصنيعه وينتج كغاز خفيف مجفف. نعم. اللي هو يبعث طبعا عن طريق الشبكة إلى حقل الساحل ومن ثم إلى الشبكة الوطنية لاستعماله في توليد الطاقة وتوفير الوقود الغازي لبعض المصانع، وكذلك المكثفات الغازية السائلة التي تصدر عن طريق شركة الزيتين لمنازل الزيتين التابعة لشركة الزيتين للنفط. فكل الغاز اللي يصدر عندنا هو يدخل في المصنع. كميات التصدير الآن حوالي 30 مليون قدم مكعب من الغاز اللي ندخل فيها لحقل الساحل، بما أو ومعه ما يقارب تقريبا من 2000 برميل من المكثفات الغازية السائلة. لكن كما وضحت هذا تقريبا الحد الأدنى أو تحت حتى الحد الأدنى للمصنع. في حالة توفر كميات إضافية من الغاز نستطيع رفع سعة المصنع إلى 130 مليون قدم مكعب. نعم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من شخرة، عبد الباسط الزيتوني مدير إدارة الحقول بشركة السرير للعمليات النفطية، شكرا جزيلا لك لكل هذه التوضيحات، ونعتذر منك لضيق الوقت. وفي ملف النفط أيضا، حيث كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز عن كميات وقودي البنزين والديزل التي تم توزيعها اليوم الخميس من قبل مستودع طرابلس النفطي إلى عدد من مدن ومناطق المنطقة الغربية. وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن شركات كل من ليبيا نفط والراحلة للخدمات النفطية والشرارة جنزور والطرق السريعة قامت بتوزيع أكثر من 5,600,000 لتر من البنزين وما يزيد عن 1,000,000 لتر من الديزل على كل من طرابلس وتجورة وغريان وجنزور بالإضافة إلى مزد. بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة المقبلة. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس الأربعاء بطرابلس استعراض الخطوات التي اتخذتها الشركة وخطتها لتفادي العجز المتوقع في إنتاج الطاقة خلال الفترة الماضية والمحافظة على استقرار الشبكة، في حين استعرض مدير الرقابة على قطاع النفط والكهرباء عبد الباسط جبوع توصيات الديوان حول أداء الشركة وشروع إدارة الرقابة في تنفيذ مهام مراجعة حسابات الشركة خلال العام الجاري ومتابعة تنفيذ التعاقدات الجارية بهدف الزيادة من فعالية أداء الإدارات المختلفة بالشركة. أبرمت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة في مدينة جنيف السويسرية اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، وذلك بإشراف وحضور وزير العمل علي العابد. وأشارت الوزارة إلى أن المذكرة تتضمن عقد شراكة في تنفيذ أنشطة تسهم في تعزيز التعاون في مجال التدريب والبحث الفني، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، بالإضافة للتنسيق المتبادل لإعداد وتجهيز افتتاح فرع للمعهد بالعاصمة طرابلس. سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعا في حين انخفضت أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني في تعاملات السوق الرسمية بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي اليوم، بينما شهدت تعاملات السوق الموازي هي الأخرى ارتفاعا في سعر صرف الدولار في حين انخفضت أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبي اليوم. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة مشاهدينا، العودة الآن للزميلين علي وخديجة. شكرا محمد. أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت منذ مطلع العام إلى نهاية مايو الماضي 688 مليون دينار. وأضاف المركزي في تقرير نشره الخميس أن مصروفات المجلس الأعلى للدولة بلغت 15 مليون فضلا عن 262 مليون دينار للمجلس الرئاسي، كما وصلت نفقات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 888 مليونا وفق التقرير. بحث مسؤولون في الداخلتين الليبية والتركية الاحتياجات الفنية لإنشاء
وتطوير وحدات كلاب الأثر. وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة بأن وكيلها محمود سعيد ناقش مع خبراء ومنسقين عن قيادة الجندرمة التركية التعاون في رفع قدرات الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة وتتبع الأثر والكشف عن المتفجرات والألغام واكتشاف الجثث. هذا واتفق الجانبان على الترتيب لزيارات ميدانية للأجهزة المختصة في مجال البحث والتحري للوقوف على البنية التحتية والأماكن والبيئة المناسبة لهذه الوحدات. أهلاً مشاهدينا مع أخبارنا الرياضية وبدر عمار، إليك. شكرا لكم أخي جوالي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. سحبت اليوم قرعة مرحلة سداسية التتويج من الدوري الممتاز لكرة القدم التي ستنطلق في تونس بتاريخ 24 من الشهر الجاري. القرعة أسفرت عن مباريات قوية في الجولة الأولى من سداسية التتويج، حيث سيلتقي حامل اللقب فريق الاتحاد مع الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى، بينما سيكون الأهلي طرابلس على موعد مع مباراة النصر في الجولة الأولى. أما الهلال فسيلاقي أبو سليم في أول ظهور لهما في سداسي التتويج. هذا وسيكون ديربي بنغازي في الجولة الثالثة بين النصر والأهلي بنغازي. أما ديربي العاصمة فسيلعب في الجولة الأخيرة من سداسي التتويج، وستلعب مباريات سداسي التتويج في ملعب المنستير وسوسة وصفاقس بالإضافة إلى ملعب حماد العقربي في رادس. إن شاء الله نحن في تنسيق مباشر مع الجامعة التونسية اللي هو اتحاد الكرة التونسي في اتصال مباشر. إن شاء الله يعني مسابقة حتكون من مرحلة واحدة، حتكون بدون حضور الجمهور. طبعا البطاقات الانذار، اي لاعب متحصر على بطاقات الانذار يعني الاولى والثانيه في مباراتين مختلفتين حتى المرافقين، هي طبعا حتكون يعني يدخل المرحله الثانيه يكون محفي من البطاقات هذين، الا اللي يكون حاصل على البطاقه الثالثه طبعا هذه ما يقدرش يلعب، حيكون عندها فيها عقوبه. ونبقى في أخبار الدوري الممتاز، إذ تختتم يوم الجمعة مباراة المرحلة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم وتحديد الفريق المغادر من المجموعة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى. أعتقل التالي والتفاصيل. الصراع الذي استمر لأشهر طويلة يصل أخيرا إلى نهاية المطاف، ونقطة اللا رجوع ستكون العنوان الأبرز في مواجهة الجمعة. فيوم غد سيتم تحديد الفريق المغادر من المجموعة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، والمتنافسون على البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز هما الاتحاد المصراتي والمحلة والخمس. الأوفر حظا بين الثلاثي المتصارع على البقاء هو الاتحاد المصراتي، ففريق مدينة مصراتة يكفيه الفوز على ملعبه أمام أساريا لإعلان موسم آخر في الدوري الممتاز. أما في ملعب أبو سليم فالشعار الأبرز في مواجهة المحلة والخمس أكون أو لا أكون، ففوز البرتقال المحلة سيجعل سطوع شمسه باق في الدوري الممتاز، في حين سيكافح فريق الخمس من أجل أن تبقى أمواج أزرق مدينة الخمس قريبة من مسابقة الدوري الممتاز. وفي آخر مباريات الجمعة يستضيف الأولمبي بملعب الزاوية فريق المدينة في مواجهة سيسعى فيها أزرق مدينة الزاوية وأبناء شارع المختار لتحقيق الفوز وختام موسمهم الحالي بثلاث نقاط أخيرة. وفي يوم السبت الموعود سنتعرف على اسم الفريق المتصدر للمجموعة الثانية والذي يتنافس على شرف ذلك الاتحاد والأهلي طرابلس، والضيف الجديد على السداسي فريق أبو سليم. فمواجهة ملعب أبو سليم والتي تجمع قطبي العاصمة الاتحاد والأهلي طرابلس ستكون بعنوان الفوز الأخير لذهاب مرحلة السداسي بصدارة المجموعة، والتي يتنافس عليها أيضا أزرق وأصفر أبو سليم الذي يحل ضيفا في الجولة الأخيرة على السويحلي بملعب مصراتة.
خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصلاة مباراة الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة في السعودية أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل 3 أهداف. ثنائية المنتخب الوطني حملت توقيع أحمد الأجنف وسليمان الدرويش، بينما سجل لمنتخب الجزائر أمين بن شريف وبلال التركي وبومدين بن صابر. المباراة شهدت حصول لاعبي منتخبنا الوطني محمد خميس الصقر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهي المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها على الجائزة بعد مباراة طاجكستان. يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحضيرات استعداد للمشاركة في دورة الألعاب العربية في نسختها 15 في الجزائر بداية شهر يوليو القادم. معسكر المنتخب بقيادة المدرب التونسي غازي قبعة يشهد حضور 19 لاعبا بينهم 6 لاعبين محترفين. المنتخب يتدرب على فترتين صباحية ومسائية تأهبا للمشاركة العربية التي تسبق المشاركة في البطولة العربية بالعراق شهر سبتمبر، وكذلك البطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في مصر شهر أكتوبر القادم. وصفت جماهير الاتحاد السعودي انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى النادي بالخطوة القوية في دوري روشن السعودي. وأعرب مشجعو الكرة السعودية عن تفاؤلهم بتوقيع كريم بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها الأخيرة عقدا لمدة 3 سنوات مع نادي اتحاد جدة. النادي السعودي قدم نجمه الجديد اليوم في حفل نظم بملعب الجوهرة حضره عدد كبير من عشاق ومتابعي نادي الاتحاد. الدولي الفرنسي قال في تصريحات سابقة إنه فضل السعودية لأنها دولة مسلمة وهو يريد العيش في بلد مسلم. لاعب بقيمة كريم بنزيما، يعني وجوده في الملاعب السعودية وقبله كريستيانو رونالدو وبعده إن شاء الله بإذن الله استقطاب أكبر اللاعبين الأوروبيين ومن أمريكا اللاتينية إن شاء الله بإذن الله حتكون يعني خطوة قوية للدوري السعودي، وإن شاء الله بإذن الله إنها حتكون من يعني حيكون الدوري السعودي بإذن الله من أفضل 5 دوريات عالمية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء السبت صوب ملعب أتاتورك الأولمبي في منطقة بشاكشاير بإسطنبول، والذي سيحتضن مباراة نهائية لدوري أبطال أندية أوروبا تشامبيونز ليج بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان. جمال الشيباني والتقرير. ستكون مواجهة السيتي والإنتر بإسطنبول على صفيح ساخن، فالفوز بأم الأذنين حلم الاثنين، حيث سيسعى النيراتزوري لاستعادة أمجاد الماضي القريب، ويحدوه الأمل في تكرار الفوز باللقب بكل شجاعة ودون خوف. لست خائفا من أي شيء، نحترم خصومنا كثيرا، في رأيي غوارديولا هو أقوى مدرب في العالم، لكننا لسنا خائفين، بل نحن فخورون بلاعب هذا النهائي لأننا أردناه بكل قوتنا، وبعض الهزائم في الموسم كانت السبب في الوصول إلى اسطنبول. المباراة الحامية الوطيس ستكون الهدف المنشود للسيتيزن، فلا تهاون ولا تفريط في سلسلة البطولات التي بدأت بالفوز بلقب البريمير ليج وبكأس الاتحاد، فصناعة تاريخ أوروبي جديد أوشكت على الانتهاء. نحن نعلم أن المباراة النهائية هي كيف تتصرف في دقائق اللقاء، والأمر لا يتعلق بالتاريخ. بالنسبة للتاريخ هم أفضل منا، إنها مباراة واحدة، يجب أن نكون أفضل منهم. موقعة ملعب أتاتورك الأولمبي بمنطقة بشاكشاير بإسطنبول ستكون متفردة، حيث سبق وأن احتضن الملعب مواجهة إنجليزية إيطالية بين ليفربول والميلان وفاز الإنجليز، أما الجار الإنتر فيريد تحقيق اللقب على حساب السيتيزن حتى وإن كان في أوج قوته. أخيرا وفي مشهد يحبس الأنفاس، الفرنسي ناثان بولين يسير على حبل معلق بارتفاع 50 مترا في ميناء لاروشيل على الساحل الغربي لفرنسا. نترك لكم المتابعة في هذه اللقطات.
ونحن نسير مباشرة صوب خديجة وعلي وختام هذه الليلة. شكرا لكم. شكرا لك بدر. شكرا. أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة للتواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية لهانيبال القذافي المحتجز في لبنان. وتختص اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة البوسيفي وعضوية آخرين بحسب قرار رئاسي بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لهانيبال القذافي وضمان حقوقه القانونية في التقاضي، إضافة إلى متابعة أوضاعه الصحية وإقامته داخل السجن وتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية. أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت دعم بلاده للبلديات الليبية في إطار اتفاقية التعاون بين السفارة الألمانية بطرابلس ووزارة الحكم المحلي لدراسة وتطوير عدد من المشاريع. جاء ذلك خلال زيارة أونماخت إلى بلدية يفرن الخميس، حيث التقى مع عميدي البلدية وأعضائها وعدد من المسؤولين والأعيان والشباب، بالإضافة إلى رجال الأعمال في المدينة. أكد السفير الألماني دعم برلين لخطط الاستقرار وإمكانية تنفيذ بعض المشاريع التنموية في يفرن، فضلا عن دعم الجهود المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية. ألمانيا يهتم بليبيا بشكل كبير، وعندنا نشعر بمسؤولية خاصة بسبب يعني مسار برلين ومؤتمرين برلين، وإذا نريد أن نساعد يعني من اللازم أن نفهم البلد وأن نتعلم يعني من المواطنين والمواطنات يعني ما هي مهم لهم، و هكذا يعني زيارتي مفيدة جدا، وزيارتي في منطقة جميلة، منطقة سياحية ومنطقة التعايش. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، والآن مع حوارية الليلة والزميل آزم علي، في أمان الله. ما زال التوافق غائبا رغم إجماع لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية. هذا ما تشي به ردود الفعل الدولية على نتائج اجتماعات بوزنية. البعثة الأممية تقول إن أسس القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولا ودعما واسعا من الأطراف الفاعلة لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. فما القراءة للموقف الحالي مع الاتجاه الأممي ومن ورائه الإجماع الدولي المؤيد له؟ ما السيناريوهات نحو الانتخابات في ظل اتفاق يبدو سليما قانونيا ويغيب عنه التوافق المطلوب سياسيا؟